السؤال الأول: هل تقوم الوزارة برصد تغيير وارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء والماء ودراسة أسبابها خلال الأشهر الصيف المنصرمة مقارنة بالسنوات السابقة؟ لعل الكثير، وكان هناك تعاون كبير من الكهرباء في إرجاع التيار الكهربائي لكثير من المنازل اللي قطعت عنهم الكهرباء نتيجة المبالغ المتأخرة عليهم، كان هناك تعاون كبير. طبعا الوزارة ردت وذكرت أن نعم تقوم بالرصد التغيير. أنا يمكن في فترة من الفترات طرحت على سعادة الوزير أن الآن العدادات الذكية اللي تم تركيبها هي عدادات يمكن إذا احنا بنبسطها هي ميزان ذهب، ميزانها دقيق يمكن أشد من الميزان العدادات القديمة، فلذلك كانت تحسب بدقة. يمكن العدادات القديمة يمكن تفوت، يمكن تصعد للشهر الجاي أو اللي قبله، لكن هذه كانت تحسبها بالإشعارة، فلذلك الارتفاع راح نشوفه. طبعا الدولة في يوم من الأيام ومن بداية يمكن انطلاقة الكهرباء كانت تقدم دعم مالي سخي إلى هيئة الكهرباء. يعني إذا بنرجع بس فقط قبل 2014 كانت 300 مليون، دخلنا في 2014 وصلنا إلى 150 تقريبا، دخلنا الآن في 22 توقف الدعم بالكامل عن الحسابات الثانية ما عدا الحساب الأول واللي ألزمت نفسها الحكومة بأن يستمر دعم حساب المواطن البحريني في حسابه الأول. طبعا هذه كلها أيضا اللي قدمته الحكومة خلال الجائحة عبر دفع تكلفة الكهرباء للمواطنين للشركات عبر فترة زمنية تعدت يمكن 6 شهور، هذه كلها أيضا تحسب للدولة. المبالغ هذه معالي الرئيس لو كنا دافعينها في إلزام المنازل على الأقل اللي تبنيها وزارة الإسكان، هذه المنازل الحكومية اللي يمكن السواد الأعظم في مملكة البحرين هي يعني تروح إلى بيوت الإسكان، لو كان مستخدمين فيها عوازل الحرارة كنا راح نستفيد، وكنا هذه الأموال اللي كنا ندفعها حق هيئة الكهرباء كدعم لو موجهينا على هذه البيوت كان اليوم أنا ما يحتاج أشغل المكيف 10 ساعات في البيت، راح يقل الاستخدامي للمكيف. يمكن كثير قلنا الكهرباء اليوم ليست ترف، الكهرباء أصبحت شغلة ضرورية على المواطن، ما يقدر يقعد في بيته بحكم الجو الحار ما يستفيد يعني من حتى المكيف لما يشغله من يسكره 5 دقائق راح يشوف حاله انه بيحتاج يفتح المكيف. واعتقد انه في كل البيوت يزيدون من حمل الطاقة الكهربائية من اجل ان البيت يبي يبرد، لو كنا احنا فعلا كانت عندنا خطة ان نحول هذه البيوت. طبعا الان في 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 منازل ببعض الاشتراطات تشترط عليهم الهيئة انه يركب عوازل يعني اجزاء معينة، لو كنا احنا مستخدمين هذه في بيوت الاسكان كان والله استفادنا حتى من الدعم هذا اللي كان يحول الى الكهرباء وتم تحويله الى الاسكان، بحيث انه يندفع لجعل هذه البيوت تستطيع ان تحافظ على درجة معينة من الحرارة، على الأقل كنا راح نستفيد من هذه المبالغ، وكنا راح نخفض هذه التكلفة العالية اللي اليوم كثير من المواطنين اليوم. طبعا الآن الفصل هذه اللي احنا فيه يمكن لاحظنا كيف انحدر مستوى يعني يمكن أسعار الفواتير انزلت بشكل كبير. أنا أتفق تماما مع ما تفضل بسعارة النائب في 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 جزئيه مثلا موضوع الطاقه، استخدام الطاقه المتجدده والطاقه الشمسيه. نعم مملكه البحرين تتميز موقع جغرافي متميز يتيح لها معدل سطوع شمسي مستمر، وبالتالي هيئه الكهرباء والماء حرصت على تشجيع استخدام الطاقه الشمسيه في المنازل والمباني.
سعادة النائب، هناك خطة وطنية لرفع كفاءة الطاقة، وهناك خطة وطنية لاستخدام الطاقة المتجددة. اليوم يوجد هيئة طاقة مستدامة مهمتها التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة. هيئة الكهرباء والماء دعمت هذه الجهود من خلال تشجيع المشتركين على استخدام الطاقة الشمسية في المباني والمنشآت. هناك اليوم نظام صافي للقياس المزدوج، العداد المزدوج، الذي يتيح للمشترك استغلال الطاقة الشمسية، والفائض عنه يستخدم في الشبكة الحكومية مقابل أن يحسب له هذا الاستخدام. سهلنا هذا الإجراء من خلال نظام إلكتروني أيضا اليوم ملحق بنظام بنايات، بالتالي التقديم لهذا النظام اليوم بشكل إلكتروني يسهل عملية استقبال الطلبات ورد عليها خلال فترة معينة. أيضا هناك اليوم أهلنا عدد كبير من المقاولين الاستشاريين، أكثر ما يزيد عن 94 مقاول واستشاري مؤهل من قبل الهيئة موجودين على الموقع الإلكتروني للهيئة، وبالتالي توسعة هذا العدد من الاستشاريين والمقاولين أيضا يتيح للمشترك يعني التوسع في استخدام هذه الممارسة. تفضلت فيما يتعلق بالعزل الحراري، أتفق تماما، استخدام العزل الحراري يوفر بها أفضل للمنشأة نفسها، يحافظ على مكونات المبنى ويقلل استخدام الفاتورة. مملكة البحرين من الدول من عام 1999 بدأت في تطبيق ممارسات العزل الحراري، ويطور هذا القانون بشكل مستمر. وأنا أتفق ما تطرق لسعادة النائب أن استخدام العزل الحراري في المباني يوفر يحسن كفاءة استخدام الطاقة، يقلل من فاتورة الكهرباء، وهو ممارسة مثلى. فأشكر سعادته على ما تقدم من مقترحات وأتفق معه في هذا السياق.